صباحكم نور عزانا ومتابعينا على صفحتنا على نور سات جوردن وعلى تلفزيون تيليلومير وفضائية النور سات. منصبحكم بهذا اليوم اللي منعتبره خاص سبيشل بما يحويه من أعياد ومناسبات جميلة. أول إشي عيد تيليلومير اللي منحييهم في هذا الصباح أنا وأبونا جورج شرايحة، ونتمنى يا رب سنين عديدة متواصلة ومن العمل متميز، ومنتمنى لكل العاملين في فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير وبكل العاملين بكل أنحاء العالم بمكاتبهم وفضائياتهم المختلفة، نتمنى لهم أعياد مباركة يا ربي ومستمرة دائما بأخبار السارة، بأخبار النور، بأخبار الفرح والأمل والرجاء اللي بتحملها دائما نورسات بفضائياتها ورسالتها، رسالة المحبة والسلام والتلاقي. فكل عام وانتم بخير في عيدكم وعيدنا وعيد الجميع يا رب. وأيضا كمان مثل ما انتم شايفين لابسين هالتوب هذا المطرز المميز للتوب الأردني، لأنه احنا اليوم كمان عم نحتفل بعيد الاستقلال، استقلال المملكة الأردنية الهاشمية 75. وجاء هذا العيد هذه السنة مميزة لأنه كمان عم نحتفل بمئوية الدولة الأردنية، 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية. فمثل ما حكيت لكم اليوم أعياد ومناسبات فرحة يا رب، وتضل يا رب أيامنا مفرحة وتحمل الفرح، تحمل البشرة السارة، تحمل الأمل والرجاء يا رب بمستقبل أفضل وأحلى ولأولادنا ولعائلاتنا ولكنيستنا ولوطننا ولشعبنا ولأمتنا يا رب، أنه يعم السلام والأمن والخير على الجميع. فبالإضافة لعنوان حلقتنا اليوم كمان كيف نقدس الذات الإلهية، كيف نقدس ربنا في حياتنا، فهذا هو أيضا كمان رسالتنا لهذا اليوم المبارك. فمنقولكم صباح الخير مرة تانية، صباحكم نور، ونترك الحديث بالبداية لأبونا جورج كمان عشان يعطينا البركة والصلاة والتهنئة كمان. أكيد أكيد دكتور، صباحكم نور أعزائي المشاهدين وين من كنتم عم بتشاهدونا الآن. كمان بحب أضيف على كلام حضرتك دكتورة، كمان بنعيد إخوتنا اللي على تقويم بيستخدموا التقويم الغربي بعيد العنصر كمان. نعم. مع ضمن الأعياد اللي حضرتك هو عيد نور سات تيليلومير بنفس يوم عيد الأحد العنصر. هم هيك نعم. مسائب أو هم عاملينه مخصوص؟ لا عاملينه مخصوص بالزبط. نعم. بداية مثل ما حكيت حضرتك تفضلتي بدنا نبلش بركتنا اليوم بركتنا. نعم. نعم. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ليتقدس اسمك القدوس في حياتنا ايها الرب يسوع المسيح، امنحنا في هذا الصباح لكل مشاهدينا البركة الصباحية والنعم السماوية التي تمنحنا اياها دائما من لدنك. ابعد عنا كل وباء، ابعد عنا كل شر، متع الجميع بالصحة والعافية كي نبقى على الدوام مسبحين ومقدسين اسمك في حياتنا من الآن وإلى الأبد آمين. آمين يا رب، ويسمع منك يا أبونا. بالبداية بحب دايما أسرد إيش في عنا أحداث ومناسبات خلال الأسبوع اللي انقضى، وأيضا كمان نحكي بالأمور اللي بتصادف واللي بنعيشها في حياتنا اليومية. فلما بنحكي عن التقديس مثلا عنوان حلقتنا نقدس الذات الإلهية، نقدس اسم ربنا، نحن بنقدسه باسم ربنا بعملنا بشغلنا بعطائنا بيومياتنا اللي نقوم فيها. فلما نقول عيد الاستقلال، شو معنات عيد الاستقلال؟ شو معنات الفرح أو أنه نفرح أو أن نظهر مباهج الفرح والسرور بهذا اليوم؟ نحن في عيد الاستقلال بهذا اليوم بنذكر شو عملنا لبلدنا، شو عملوا أسلافنا لبلدنا، ونحن شو الجيل الحاضر شو عم بيعمل لبلده من إنجازات من نجاحات. نحن بالأردن قصة نجاح، وأنا بعتبرها أنها قصة نجاح. ليه؟ لأنه نحن بالمقومات البسيطة اللي بتمتع فيها الموارد الطبيعية اللي بنحكي فيها، نحن اللي بتمتع فيها بلدنا الأردن، وبالرغم من ذلك الأردن اسمه ظل عالي
بكل المحافل الدولية، مواقفه مشهود إلها بكل المحافل الدولية. طبعا هذا أنا برجعه للإدارة الحكيمة والملوك الحكماء اللي مروا على الدولة الأردنية وأنعشوها في اقتصادها، في ازدهارها، في حتى السياسة. احنا في بلد عم بعيش حالة من الاضطراب وعدم الأمن السياسي خاصة في الدول المجاورة، لكن بالرغم من ذلك حافظ الأردن على مكانته، على أمنه واستقراره يعني. وأنا كمان بحكي إنه يعطيهم العافية، إن كان الحكومة، إن كانت المؤسسات اللي بتدعم كمان الحكومة، مؤسساتها بكل الأفرع. نحن عم نحكي هلا عن المؤسسة الإعلامية، المؤسسة الإعلامية اللي دايما بتنهض وبترفع من شأن البلد واسم البلد من خلال أخبارها، من خلال قصص النجاح اللي بتسردها، من خلال الإعلام، لأن الإعلام هو قوة بحد ذاته. الإعلام هو اللي بيرفع، والإعلام هو اللي بيسقط فيه. ياما إعلام أسقط بلاده، ياما إعلام أسقط دوله وخلاها في الحضيض. فالإعلام جدا مهم، ورسالة الإعلامية الوطنية لازم دائما نحافظ على إعلامنا الوطني، نحافظ على الكلمة، على ماذا نقول، ماذا نتكلم، وماذا ننشر عن بلدنا الأردن. فهيك منقدر نحافظ عليه، هيك منقدر نقدس بلدنا كمان. إحنا لما الواحد بيقول لك إنه أنا بلدي أفتخر فيه، بتلاقي ناس بتتوحش لأنها تدافع عن بلادها بكل قوتها وبكل إمكانياتها، بتصرف ذاتها، بتصرف مالها عشان تدافع عن بلادها. وطبعا احنا يعني المثال كان على الأحداث التي كانت في غزة، كيف دفاع الفلسطينيين وأهل غزة وأهل القدس وأهل كل فلسطين هبوا هبة واحدة للدفاع على بلدهم من الاعتداء الغاشم، من الاحتلال. فلما الإنسان يحب بلده وينتمي لبلده بيفدي حياته وبيفدي روحه. ويا ما شفنا مشاهد كيف العائلات حتى أولادها عم بيستشهدوا. فبقول لك من أجلك يا وطن، يعني هذه الصورة جدا قوية بعتبرها لما الإنسان بيضحي في أولاده يقول لك من أجلك يا وطن. فلما أقول إنه روحي فداك، يعني كانت إنه كلمة روحي فداك كانت كلمة وفعل. فدائما يكون كلامنا نحن وحياتنا دائما بكلام ربنا، بكلام الكتب المقدسة اللي أنزلت على كل الديانات، دائما تكون ليست فقط كلام نتمم بالشفاه، وإنما أفعال نمارسها ونعمل بها لنشهد لربنا وليسوع المسيح. فهذه اليوم رسالتنا. وأيضا نحن في نورسات بعيد العنصرة مثل ما حكينا، اللي بنتمنى يا ربي هذه أعياد مباركة بهذه العنصرة اللي هي لمت التلاميذ حول ستنا مريم العذراء، لمتهم كلهم حلول الروح القدس لياخذوا الحكمة والقوة. هي اللمة والجمعة هذه اللي بتعطي للإنسان قوة. عشان هيك اختارت نورسات هذا اليوم لتكون عيد نورسات. عيد نورسات اللي بينشر النور بياخذ الكلمة من ربنا وبينشرها لكل أنحاء العالم. فعيد العنصرة هو العيد اللي بيجسد فعلا رسالة نورسات وتل لوميير. نتمنى لهم كل المحبة والخير، ولنورسات الأردن وكل العاملين كمان بمكتب الأردن كل المحبة والخير. مرت علينا بنشرة الأردن في أسبوع أخبار جدا رائعة، وأيضا أخبار محلية من الأراضي المقدسة، أخبار التضامن مع أهالينا في الأراضي المقدسة في القدس. وأيضا طبعا هناك كلمة السيد جاك كلاسي لنورسات، جدا كلمة رائعة معبرة عميقة تحمل رسائل. يعني بكل فقرة في رسالة واضحة وصريحة لرسالة نورسات. فمنوجه لسيد جاك المحبة وأصدق الأمنيات والتهاني في العيد، عيد نورسات. فقدنا بهذا الأسبوع قامة
كنسية من كنيسة الروم الكاثوليك اللي هو الأيكونيموس الأب بولس حداد اللي انتقل إلى الأمجاد السماوية هذا الأسبوع. فألف رحمة وسلام أبونا عليه، هو من كهنة كنيستكم الروم الكاثوليك، فالله يرحمه. فإنسان كان معطاء وكان يحب كمان نورسات، ف الله يرحمه يا رب، ومنعزي عائلته، عائلة آل حداد، ومنعزي مالك حداد ابنه علي في وفاة الوالد وكل عائلته الكريمة. طبعا تمت صيامة الشماس أشعيا حداد كاهنا جديدا على مذبح الرب لكنيسة الروم الأرثوذكس. فمنتمنى للشماس أشعيا حداد، منقول له كل إن شاء الله ألف مبروك بالبداية، وإن شاء الله خدمة ورسالة مثمرة تحمل رسالة المسيح أينما تذهب بخدمتك وعطائك. فألف ألف مبروك. عندنا كمان أيضا هناك من حي الأبونا أنطوان دويهي من القدس، بينقلنا برامج وصلوات من الكنائس القدس، وبيطلع بث مباشر، فكان طالع من علية صهيون حيث حل الروح القدس على التلاميذ. كل عام أنت بخير يا أبونا، وشكرا لإلك لا ما تنشر. هذه أخبارنا لهذا الأسبوع. أخبار متتابعة منكمل البرنامج. في عنا خبرين جداد طازة، هذا سكوب لنورسات. في أغنية تم إطلاقها من إنتاج وتنفيذ شباب من النورسات وأصدقاء للنورسات، ونعم في الأردن. فاسمها الأغنية نبض الأحرار. نحن قبل سنتين عملنا أغنية نورسات وتل لومير، وكانت إهداء من نورسات الأردن إلى تلفزيون نورسات وتلفزيون تل لومير في عيد نورسات. هذه السنة اخترنا لأنه سائب العيد مع عيد الاستقلال، فكانوا شباب النورسات وأيضا أصدقاء النورسات. هلأ احنا بنتلو كل الأشخاص والمؤسسات اللي ساهمت ودعمت هذا العمل في لإنجازه. فاليوم أول إطلاقة وإشهار لهذه الأغنية، فبتمنى أن الشباب يحطوها للمشاهدين لحتى يشوفوها وبعدين نحكي عنها. جاهزين شباب؟ تفضل. أردن يا عزم وإصرار، يا منبع نسل الأبرار، يا مهلب كل الزوار، وكلمة حب بتحكيها، حضنك ملجأ للمقهور، والزاير دارك مبهور، ولو وصفوا أرضك في الصور ما في كلمة توفيها. أردن يا نبض الأحرار، أنت العزوة وأنت الدار، حبك لو شو ما صار، محلى ترابك يا بلدنا، مهما بعدنا ومهما نروح، مهما يعلم فينا جروح، اسمك منقوش بهالروح، أردن عشقك وحدنا. بعدنا ومهما نروح، مهما يعلم فينا جروح، اسمك منقوش بهالروح، أردن عشقك وحدنا، أردن عشقك وحدنا. يا رب اغمر بلدي بعطفك،
واحميها من فضلك ولطفك، عيشنا سلام طول الأيام، وزرع أردننا على كفك يا رب، اغمر بلدي بعطفك، واحميها من فضلك ولطفك، عيشنا سلام طول الأيام، وزرع أردننا على كفك، وزرع أردننا على كفك. بيرضى بشر وأشرار، مهما يعلى لهب النار بيعرف كيف يطفيها، وتراب الأردن مسحور سحر تخطى السبع بحور، لو طفوا الشمس من النور أردن انت تضويها. شر وأشرار مهما يعلى لهب النار بيعرف كيف يطفيها، وتراب الأردن مسحور سحر تخطى السبع بحور، لو طفوا الشمس من النور أردن انت تضويها، أردن انت تضويها. يا رب اغمر بلدي بعطفك، واحميها من فضلك ولطفك، عيشنا سلام طول الأيام، وزرع أردننا على كفك. يا رب اغمر بلدي بعطفك، واحميها من فضلك ولطفك، عيشنا سلام طول الأيام، وزرع أردننا على كفك، وزرع أردننا على كفك. بتمنى انه اعجبتكم الاغنية اللي تم انجازها من شباب نورسات واصدقاء النورسات، واللي بحب اذكرهم يعني لانه هذا شيء قدموه من جهدهم ووقتهم وتعبهم، فبحب احيي في هذا الصباح. طبعا هذه الاغنية اردن نبض الاحرار، انت العزوة وانت الدار، بنحبك لو شو ما صار، محلى ترابك يا بلدنا. فهاي الأغنية إهداء لوطن الكرامة، أرضا قيادة حكومة وشعب، ولكل من ساهم في بناء وخدمة وحماية الوطن. نبض الأحرار من كلمات وألحان موسى النبر، وإداء المقدمة الشعرية ربيكا عودة، غنى دكتورة هبة عباسي، فارس عباسي، ناتالي السمعان، فادي شحادة، توزيع الموسيقي المايسترو مراد مرجيان، وميكس وماستر استوديوهات مراد دمرجيان، عازف الناي ليث سليمان، وإيقاعات عواد عواد، والممثلون كان كارول فخوري، عيسى فخوري، ليزا منصور، ديما حداد، مالك البداوي، فخري أحمد، وسارة حداد، والأطفال كانوا بانا جبرة وكارلا خوري، مدير الإضاءة أنس الصقة، مدير الإنتاج فخري أحمد، ومدير الموقع إبراهيم عصفور، مشرف إضاءة مالك البداوي، وفريق العمل جوني جبرة، راية بقاعين، منار عماري، وسناء دحمس، ومونتاج وألوان ميشيل رزق، جرافيك خلدون هلسي، مكياج تمارا رزق الله، وعلاقات عامة رانيا رزق الله، إنتاج ذا ستوديو. وشكر خاص لهيئة الإعلام المرئي والمسموع، وهيئة تنشيط السياحة، جمعية دار الكتاب المقدس، جمعية الكاريتاس الأردنية، مكتب البعثة البابوية، مكتب النهضة للترجمة ومعاملات الهجرة، مستشفى لوزميلا، شركة باينابل،
ومكتب فضائية نورسات الأردن، جمعية شبيبة الأردن للدراما، وعائلة السيد سمير عودة. طبعا الإشراف كان تحت إشرافي، وإخراج أنس السقة. فمشكورين جميعا لهذا العمل اللي بعتبره أنه جبار، عملوه بفترة قصيرة من تصوير ومن أداء ومن ألحان، فمقدم إلى الوطن إهداء. فهذا اللي بنقدر نهديه لوطننا الأردن في هذه المناسبة، وأتمنى أنه نال إعجابكم. فكيف رأى أبونا رأيك بهال؟ عن جد عمل جبار على المستوى الإنتاج اللوجستي، يعني الإمكانيات اللي انعملت والتعب والجهد البشري واللوجستي. نعم. يعني في إمكانيات ضخمة بصرح شهيد، شفنا جنازة شهيد. نعم. ويعني فعلا دمعت وأنا بحضر بالفيديو، زي ما بيحكوها بالعامية، بدن الواحد بقشعر من الداخل شدة المشاعر. يعني أغنية تحمل عن جد حقيقة مشاعر جياشة من الداخل وفيها تعب، يعطيكم ألف عافية، ومجهود ضخم جدا يعني يسجل. الله يخليك، تسلم يا أبونا. وهذا كمان شكر مرة تانية لكل العاملين بالنورسات على جهدهم اللي قاموا فيه. الشباب حبوا يعملوا شيء للوطن وللأردن من خلال النورسات. ومنحيي كل الأشخاص الموجودين على صفحتنا على نورسات جوردن، من قولهم صباحكم نور، وأمل حدادين، حبايبة توليب جرين، ومارلين يونس، النبر، إيفون حتار، الكل بيصبح والكل بيحيي وبيبارك وبيعايد. فيروز الراشد من الأراضي المقدسة، صباحكم نور، السماء بنور ينور طريقكم وعطائكم، وكل عام الأردن وأهل الأردن بألف خير. شكرا يا فيروز. وغدير إبراهيم حداد، صباح الوطن الجميل. وعنا تمارا رزق الله النبر، صباحكم نور ودائما مبدعين. شكرا يا تمارا على كمان جهودكم في العمل اللي قمتوا فيه انت وموسى النبر، لانه كلمات موسى النبر، فمشكورين جدا على هذا الانجاز. روان النبر مزاهري، ابدعت موسى على كلمات ولا اجمل. فيروز الراشد أيضا مبدعين، أغنية رائعة من قلب محب، ودمتم نورسات نور ومنارة للعالم. وهبة سامي عباسي ونهاد قمو، بصبحوا علينا. وميري حزبون غطاس، رامي شفيق النبر، والجميع عم بيحيوا. مش قادرة أكمل كل الأصدقاء اللي متابعينا، منحييكم فردا فردا، ومنشكركم للمتابعة، ومنشكركم لتواصلكم الدائم معنا على نورسات، وأيضا متابعتكم ومشواركم الصباحي معنا في هذا اليوم المبارك. على فكرة اليوم عطلة بالأردن، يعني المقرض عطلة رسمية، لكن حبينا نكون متواصلين معكم في هذا اليوم علشان نظهر فرحنا في هذا اليوم المبارك، عيد تلالومير، عيد بعيد العنصرة، وأيضا عيد الاستقلال بالأردن. نحن أبونا لما بنحكي عن التقديس، بنقدس اسم ربنا بحياتنا. كيف نقدس اسم ربنا بحياتنا، اللي هو عنوان حلقتنا لليوم؟ نعم. فتفضل صح. أبونا الله يخليك. بداية بحب أحكي أنه هاي الوصية من يسوع شخصيا طلبها منا بصلاة الأبانة. نعم. قالوا له تلاميذه كيف بدنا نصلي؟ قال لهم هكذا صلوا، أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك. نعم. ونقيض ذلك اللي هو التجديف على الروح القدس ونكران الروح، العمل اللي قام بها يسوع المسيح، ما قام به الفريسيين من إنكار للذات الإلهية والقوة الله الفاعل بيسوع المسيح. يعني دائما لما بدنا نحكي ببرنامجنا هنا بنأخذ الأشياء الإيجابية ونركز عليها الوصية، ولكن دائما في كل وصية من الوصايا العشرة حتى فيما يناقضها أكيد، يعني وإلا ما صارت وصية بطالبها يسوع المسيح فينا. ربنا أنزلنا هذه الوصايا لأنه شاف سلوكيات الشعب. ليش قالهم لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، كل الوصايا اللي ربنا بطالبنا فيها لأنه شاف الشعب عمل نقيضها فوصاهم فيها. حتى يحكى عن اليهود إنهم بيحبوا كثرة الوصايا، يعني عندهم تقاليد بالهيكل وبالبناء وبالأكل، ويدخل من اليمين ولا يدخل من الشمال، عندهم مجموعة ضخمة من الوصايا. فلما الله نزل عليهم الوصايا، يعني بروح الفكاهة بيحكوا لموسى بس عشرة،
فرجع موسى عند ربنا بيقول يا ربنا مستقلينهم، قال لهم خليهم يطبقوهن، اللي يحفظوا العشرة أنا بعطيك عشرة بدالهم. هذاك يوم وهذا يوم بعدنا الشعب ما حفظ العشرة وصايا كاملة. فيتقدس اسمك هو في النهاية طاقة خلاقة، اللي هي طاقة الروح القدس اللي بالإنسان، اللي بتخليه يعمل أعمال على مثال السيد المسيح. يعني بنشوف بطرس وصلت إنه أقام ميتة، عمل معجزات عظام، يحكوا ليس لي مال ولا فضة ولكن عندي الروح القدس، بنعمة الروح القدس أقول لك قم امشي. بيكون قاعد بشحد بتسول بالشوارع مصاب مش قادر ينتج، بقول له أنا ما بعطيك لا مال لا فضة ولا ذهب، بس بعطيك اللي عندي لنعمة الروح القدس. فيتقدس اسم الله من خلال تفعيل كل مؤمن لنعمة الروح القدس ومواهب الروح القدس في حياة كل واحد فينا. يعني مثلا دكتورة صوتها حلو، دكتورة بالإعلام تشتغل، هاي كلها المواهب. يخطئ الإنسان لنفسه ولا لقداسة الله عندما يطمر الوزن اللي الله تعالى منحه إياها في حياته. يجب أن يظهر هذه الطاقة الفعالة البناءة الخلاقة في حياته. لما بنحكي الخلاقة بمعنى هاي الطاقة اللي تجدد وجه الأرض، وإحنا بنصلي لصلاة الروح القدس بنطلب هاي نعمة التجديد في حياتنا، لأنه الظروف صعبة والناس عم بتجوع اليوم، ويلات اقتصادية ويلات سياسية، حروب حوالي منطقتنا. لذلك على الإنسان اليوم أنه يقدس اسم الله بأخلاقياته، بأيديولوجياته وتعاطيه الفكري والأخلاقي مع القضايا اللي المحيطة. هون بقدس اسم ربنا، بس نقعد نحكي حكي شعارات، ولكن على أرض الواقع بده يطبق بسلوكياته بمواقفه اللي بده يتخذها الإنسان في حياته. المواقف هي تعبر في حياة كل إنسان عن المبدأ المقدس في حياته. يعني كل إنسان مهما كان مستوى الثقافي أو الاجتماعي قليل، ولكنه يحمل فلسفة في منهجيته، حتى لو ما انتبه لحاله أنه يحمل فلسفة، ولكن هو في حقيقة من خلال تعامله، من خلال إيمانه، من خلال المبادئ اللي بيعتنقها، من خلال احتفاله بعيد الاستقلال، من خلال أن نعرف أنه إحنا شو يعني استقلينا الأردن. يعني استقلينا بمعنى أصبح الشعب، وخصوصا بعد تفعيل بعد 89 الديمقراطية اللي حصلت في البلاد، وأصبحنا إحنا نختار نوابنا، ونوابنا هم صوتنا بما بين الحكومة وما بين باقي السلطات، طبعا كله تحت إشراف الدستور بقيادة جلالة الملك. يعني هالتنظيم الدستور اللي نظمنا إياه بعد ما كان الجيش البريطاني مستعمر، قيادة الجيش كانت أجنبية، كانت البلد عبارة عن مستعمرة بريطانية. وشفنا بلاد كثيرة وخاصة في فلسطين كيف يعني سلموا طلعوا وأعطوا وعد بما لا يملكون ومنحوا. يعني هي من وعد بلفور أكثر من 100 سنة. اليوم وإحنا بلشنا من حياة بيقدر يوصفها الإنسان بالحياة البدائية، كانت الأقسام والحياة السكانية وكل المعطيات المحيطة في هالبلد. قديش لما كان الملوك الهاشميين مثل ما تفضلت حضرتك قبل قليل، قديش أعطوا هالبلد اهتمام وعناية، 100 سنة من العمل الدؤوب حتى اليوم صرنا دولة واقفة على رجلها. صح في صعوبات اقتصادية، صح في مطالبة باجتثاث جذور الفساد مستشرف في بعض المؤسسات، ولكن اليوم القيادة قاعدة بترتب، قاعدة زي إذا جاز التعبير بالعامية بتنظف لا تكون دولتنا تسير في هذه المسيرة الطويلة. إذا يتقدس اسم الله إذا كان عندي انتماء لوطني، إذا قدس اسم الله إذا وقفت على الإشارة الضوئية لو بالليل لو ما في عليها ناس أحمر بنوقف عليها، بنحترم القانون. لما ما برمي نفايات، منظر مزعج جدا جدا بنشوفه في حياتنا اليومية، رمي النفايات بالشوارع، هاي ما يعني قداسة اسم الله مثل ما بحكي البابا فرانسيس بنعبر عنها بالطبيعة أيضا. نعم. وكثير قداسة البابا وجه رسائل للطبيعة واسم شفيعه القديس فرانسيس. نعم. أيضا القديس فرانسيس هو أخو الشمس ابن القمر، كان يحكي مع الطبيعة بلغة العائلة. كان يقول القديس فرانسيس الأسيزي أن هذه الطبيعة عائلتي، هي عائلتي، ويعبر عن ذلك بالحفاظ على 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 البيئة. يعني بنشوف شباب صغار بيعتدوا على الأشجار الحرجية مثلا، بيعتدوا على الأملاك العامة، بتلاقي أولاد صغار بيلعبوا بيأذوا إضاءة الشوارع مثلا، أو بيعملوا شغلات بتزعج. حتى بدور العبادة عندنا دائما بنوجه أنه أنت يا أخي جاي تصلي، طب ليش صاف غلط على باب الكنيسة؟ ليش مسكر كراج الناس؟ أنت رايح على الجامعة تصلي، طب ليش مسكر الشارع العام اللي هو ملك لكل الناس؟ يتقدس اسم الله من خلال ممارستي لعباداتي وتقوياتي بحيث ما أزعج الآخر، بحيث ما أسيء للناس الثانيين. إذا أنا
أبونا بدي أصلي، بدي أحط الأجراس الكنيسة بطريقة مزعجة كثير وصوت صاخب وتكون ملاصقة لبيوت كثيرة، عم بزعج الناس بسلوكيات أنا مفروض أعبر عن قداسة الله فيها. فهي الأساس في الديانة والتعبير هي أخلاقه الواحد. فإذا إحنا تخلينا عن أخلاقنا وخلال عبادتنا، شو أي صلاة بده يقبلها من ربنا؟ كيف بدنا نقدس اسمه؟ أكيد يا أبونا، الإنسان بأعماله يقدس حياته طبعا، ومن خلال تقديس حياته اللي هي روح من عند الله يقدس ربنا في حياته. شباب إذا جاهز الاتصالات مع ضيوفنا بلاش نتأخر عليهم. أبونا فرح حجازين معنا اليوم، وأبونا دكتور عدنان بدر كمان، دكتور عدنان بدر اللي منحييهم في هذا الصباح اللي قدروا انه يتواصلوا معنا. فبداية الاتصال جاهز ريمون. ابونا، موضوع التقديس، لما ربنا طلب انه يتقدس اسم الله في حياتنا ويتقدس اسم الله كاسم، فحساس انه نحن اوقات كتير بنستعمل اسم الله بكلامنا، والله العظيم الله الطالع والنازل. فربنا طلب منا انه لما بنلفظ كلمة او اسم الله في حياتنا انه نحترم هذا الاسم، ما نحطه وين ما كان، يعني ما نرميه بكلامنا. في ناس كتير بكلامها بتذكر كلمة الله مليون مرة، وصار للأسف. مثل يعني حتى الحلفان والله يعني حتى احنا بنطلب انه يحلف، يعني اذا هو ما بده يحلف اليوم كلمة صدقني بدل ما نحكي على كل شغلة. هو طبعا هذه عادة، يعني طبعا تعويد. الاتصال مع ابونا عدنان بدر، جاهزناش نتأخر عليه. صباحك نور ابونا. صباحكم نور، يعطيكم العافية. الله يعافيك. صباحك نور يا ابونا الدكتور. صباح الخير ابونا جورج حبيبي. صباح الخير للدكتورة باسمة ولجميع العاملين في فريق فضائية نورسات. صباح الخير أيضا لجميع الإخوة المستمعين والمشاهدين لشاشة نورسات. كما أحييكم أيضا اليوم بشكل خاص بمناسبة عيد الاستقلال، كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير يا أبونا. تسلم يا أبونا، شكرا لإلك وشكرا على وجودك معنا في هذا الصباح. تسلم، الله يخليك ويحميكم. أبونا، كيف نقدس اسم الله في حياتنا؟ يعني كمؤمنين نحن، يعني ما هو المطلوب؟ شو العمل نقدر نقدس اسم الله بيومياتنا، بمشاريعنا، بصلاتنا، وكيف نقيم الصلاة كمان، وكيف نصلي؟ فتخبرنا نحن طبعا من خبرتك ومعلوماتك ومعرفتك كمان، يعني اللي احنا بنقدرها. وايضا انت حديثا نلت شهاده الدكتوراه في التربيه، فبنبارك لك مره اخرى كمان بهذه الشهاده المميزه. تسلموا، الله يحميكم، شكرا لهالفرصه اللي اتحتوها لي. الموضوع اول شيء بدي اسميه موضوع شيق، لأنه القداسة موضوع يخص كل إنسان مدعو لمحبة الرب من خلال حياته اليومية، لأنه التعبير الحقيقي عن قدسية الحياة وقدسية معطي الحياة تنطبق على واقعنا البشري، وتكون هذه الأعمال التي نقوم بها هي تعبير عن محبة الله لنا عندما أعطانا الحياة وطلب منا أن نكون قديسين لنكون في مسيرة دائمة نحو حياة أبدية اللي غايتها الرب وطريقها هو الرب ومسيرتها أيضا برفقة الرب. بداية عندما نصلي الصلاة الربية، والتي هي من أجمل الصلوات وهي الأكثر شيوعا كما نعلم عند المسيحيين، واللي علمنا إياها السيد المسيح، فإننا نقول وندعو الله الآب بكلمة أبانا. نعم. كلمة أبانا تدل على أننا أولا إخوة أبناء لأب واحد وهو الآب السماوي. إذ نقول أبانا الذي في السماوات، يعني نحدد أن مكان إقامة هذا الأب هو في السماء، وبالتالي هنالك أخوة روحية تربطنا بعضنا ببعض.
روابط حقيقية وروابط فعالة، لكنها ليست جسدية أو دنيوية. ميزة الأبوة الروحية أو الأبوة الإلهية هي أنها أبوة روحية تجمعنا فيما بيننا، هي أخوة روحية أيضا لأنها توحد أبناء الله الآب. بعد مناداتنا للآب السماوي في الصلاة الربية نطلب أن يتقدس اسمه، نقول ليتقدس اسمك. نحن نعلم أن الله بطبيعته قدوس، لا بل هو نبع القداسة، ودعوة سفر الأحبار بالفصل 19 الآية 2 كونوا قديسين لأني أنا الرب إلهكم قدوس. وبالتالي فإن اسم الرب هو أيضا قدوس، يعني اسم الرب القدوس كما نقول بالدارج المثل الشعبي اسمه على جسمه، هو مقدس، ولا أقول مقدس بل القدوس بنفسه هو القداس، هو نبع القداس. عندما نتجه نحو الله لنقدس اسمه في حياتنا، ليتقدس اسمك، فإنه هو بطبيعة الحال ليس بحاجة إلى تقديس من البشر أو منا. إنما نقول ليتقدس اسمك، فإننا نطلب بذلك أن يتقدس اسم الرب في واقع ومناحي حياتنا بكاملها، أي أن نستعمله هذا الاسم بما يليق به من قدسية واحترام بخشوع وتواضع، وأن تبقى هذه العلامة الروحية بيننا وبين الله، أو العلاقة الروحية بيننا وبين الله هي أساس لهذه القدسية ولهذا الاحترام. جانب آخر، عندما نعبر عن ندامتنا في بداية كل ذبيحة إلهية نقول أنا أعترف لله الآب القادر على كل شيء ولكم أيها الإخوة لأني خطئت كثيرا. نذكر 4 كلمات: بالفكر والقول والفعل والإهمال. وهنا يكمن ضعف الإنسان أمام الله في هذه المجالات التي تخص واقع الحياة اليومية، فالخطيئة تكون مباشرة نحو الله، قد تكون أيضا لاسمه أو لحضوره أو لكلمته. وقد يكون السبب في هذه الخطيئة إما ضعف الإيمان أو البعد عن الله أو تعود الخطيئة والتساهل معها أو ضعف الإرادة أو باختصار الإهمال الكامل للحياة الروحية بكافة جوانبها. بالتالي فالإهانة لله ولإسمه قد تكون بالفكر، هنالك أفكار شريرة لا نحترم فيها كبشر حضور الله فينا، ولا في حياتنا ولا في أجسادنا ولا في كلامنا وحديثنا. هنالك أيضا خطايا قد تكون بالقول، بألفاظ كلمة الرب بدون ضرورة، وقد نسيء للرب بكلامنا أمام البشر، إما حبا في الظهور أو بروح الكبرياء اللي مرات كتير يتسم به كل بني البشر إلى حد ما. فالتواضع يدعونا لأن يكون كلامنا سليما فيما يخص الله وما يخص اسم الله وفيما يخص واقع الحياة الروحية. أيضا هنالك خطايا بالفعل، هنالك أعمال لا ترضي الله بشكل مباشر نقوم بها وكأننا لوحدنا موجودون في هذه الحياة دون أي روابط روحية تجمعنا مع الله. وهنالك أيضا الجانب الآخر وهو التقصير بشكل مباشر تجاه الله، فلربما نبتعد عن الكنيسة ونبتعد عن الصلوات ونبتعد عن الوصايا ونبتعد عن أهم وصية، وصية المحبة، ونعيش في العالم وكأننا سنبقى مخلدين في هذا العالم
الذي يقول لنا ويدعون المسيح قائلا أنتم في العالم ولكنكم لستم من هذا العالم. ما أكرر أقول أنه في حياتنا وإحنا صغار كان هنالك مهابة واحترام لربما أكثر للرب من اليوم، وهذه المهابة وهذا الاحترام قد يفتر أو قد ينقص أو قد لا يكون موجودا من الأساس، والسبب كما ذكرت هو ضعف إيمان، ابتعاد عن الله، تعود الخطيئة، ضعف إرادة أو إهمال الحياة الروحية. هنالك جانب أيضا حذرنا منه السيد المسيح في إنجيل القديس متى، الحلفان. الحلفان باسم الله، لا تحلف البتة لا بالسماء فهي عرش الله ولا بالأرض فهي موطئ قدمي، وليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، وما زاد على ذلك كان من الشرير. هذا الشيء بدنا نسميها هاي الآية من السيد المسيح تدعونا إلى الصدق، لأنه ما يزيد عن الحقيقة هو من الشرير. والمسيح نفسه علم تلاميذه الصدق قائلا الذي تسمعونه يهمس بآذانكم سينادى به على السطوح. يعني الحقيقة اللي بتختفى أو مخفية الآن عن العالم سيعرف بها الجميع فيما بعد، وبالتالي لا حاجة للكذب أو لا حاجة للحلفان أو لا حاجة لتغيير أو تشويه الحقيقة. أحيانا أيضا لربما مش ذنبنا إحنا اليوم بشكل مباشر، يستخدم اسم الله في الأغاني بدون معنى. نسمع الأغاني والله 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 كلمة الله يعني متداولة على ألسنة الجميع، إما لتكملة نص أو قافية أو لملء فراغ في الكلام أو ثغرة في الموسيقى لحاجة موسيقية. نعم. منلاقي كلمة الله طالعة بشكل غير مباشر. نعم. في النهاية كأنها صارت هي الكلمة الوحيدة التي تدل على المعنى المفقود. نعم. الناحية الثانية الاستشهاد باسم الله كذبا كمان، اللي هو ممكن الحلفان بالتهديد والتوعيد كناس أو أشخاص، وإحنا لربما من بينهم يعني إحنا مش ملائكة، بيأدوا القسم بدنا نسميه الحلفان إنهم رايحين يأذوا فلان أو ينتقموا منه، أو مرات تنطبق علينا الدعوات اللي ربنا دائما لا يستجيب لها، وهي إنه الله يخرب بيته الدعاوي الدعاوي هاي طبعا ربنا لأنه إله الخير لا يستجيب لمثل هذه الدعاوي من أفواه البشر. نعم. نعم. هنالك أيضا من يتعود النطق باسم الله بدون ضرورة، في كل حديث في كل كلام بكل موضع بكل ونقول لك والله، حتى لو واحد فتح مشروع صغير بقول له كيف المشروع والله منيح، يعني كأنه الأمور ماشية بسلاسة لأنه اتعود على هذا النطق باسم الرب دون طبعا ما يكون مرات خشوع أو احترام أو تقدير كما ذكرت لهذا الاسم الإلهي. نعم. نعم. فكرة أخيرة. نعم. بدي أنطلق فيها من إنجيل القديس يوحنا الفصل الأول آية 11 و12 اللي بذكرنا الإنجيلي يوحنا اللي برضو أغنانا بها اللاهوت المسيحي إنه جاء إلى بيته فما قبله أهل بيته. نعم. وأما الذين قبلوا، وهون في جملة معترضة، وهم الذين يؤمنون باسمه فقد مكنهم أن يصيروا أبناء الله. نعم. الفكرة إنه هالجملة المعترضة إنه لو لغناها من الكلام الكلام صحيح ومعناه مكتمل، أما الذين قبلوا فقد مكنهم أن يصيروا أبناء الله، لكن هالسمة اللي أعطاها القديس يوحنا لهذا القبول هم الذين يؤمنون باسمه. نعم. وكأنه بده يحكي لنا أنه الإيمان بالرب لا يكفي، لأنه إيمانك بالرب سيعبر عنه بإيمانك باسم الرب اللي هو اسم الرب الحاضر معنا دائما وبشكل مباشر. نعم. فالإيمان باسم الرب يجعل الإنسان ابنا لله، هم الذين يؤمنون باسمه مكنهم أن يصيروا أبناء الله، وكل ما آمنا باسم الرب وفعلنا حضوره في حياتنا بتكون هنالك الأخوة والروابط الروحية أقوى بكثير من الروابط البشرية. السيد المسيح أيضا يقول إن الأعمال التي أعملها باسم أبي تشهد لي،
إذا في هنالك شهادة بتدخل إلهي حتى في حياة المسيح. لا بل يقول لنا السيد المسيح نفسه، يقول أنه للآب بخاطبه: يا أبتي مجد اسمك. نعم. فصل 17 في إنجيل القديس يوحنا يقول: أظهرت اسمك للناس، احفظهم باسمك الذي وهبته لي، حفظتهم باسمك الذي وهبته لي، عرفتهم باسمك وسأعرفهم به. وهي الدعوة اللي طلبها السيد المسيح باسم الرب تمنح الخلاص، أي تضع الإنسان ضمن مخطط الله الخلاصي. في سفر أعمال الرسل أيضا فصل 2 آية 21: فيكون أن كل من يدعو باسم الرب يخلص. حلو. الدعوة باسم الرب، مجرد أنك تنادي بكل احترام وتقدير اسم الرب، تستنجد باسم الرب، أيضا تنال الخلاص. وبختم هون بالقديس يعقوب اللي بيقول: اقتدوا أيها الإخوة بالأنبياء الذين تكلموا باسم الرب في ألمهم وصبرهم. مين منا ما مر بألم أو بشدة أو بأزمة اللي بتتطلب الصبر؟ والصبر مش على غلب، صبر الإيمان، لأنه دائما الفرج من عند الرب كما نقول. آمين. القديس يعقوب أيضا بذكر لنا أنه حتى المسح بالزيت ينبغي أن يكون باسم الرب. هل نعم. فيكم مريض فليدعوا شيوخ الكنيسة، اللي هم اليوم بواقع الكنيسة الكهنة الذين نعم. يحملون الأسرار المقدسة ونعمة الكهنوت، ليصلوا عليه، على هذا المريض، بعد أن يدهنوه بالزيت باسم الرب. نعم. والقديس بطرس أيضا بحكي لنا، اللي هي كلمات من سفر الأحبار اللي ذكرناها: كونوا قديسين كما نعم. أن أباكم هو قدوس. بأكد كلامه أيضا القديس بولس في رسالته لأهل قولوسي الفصل 3 آية 17: مهما يكن لكم من قول أو فعل فافعلوه باسم الرب يسوع، تحمدون به الله الآب. وأخيرا ما بدنا ننسى أن كل بركة ننالها في ذبيحة قداس، في احتفال ديني، بمناسبة روحية، البركة تأتي دائما باسم الرب. تأتي عندما يقول الكاهن: وأنا أحلكم أو أبارككم باسم الآب والابن والروح القدس. وهذه هي نبع البركة ونبع النعمة لحياة الإنسان المسيحي، أن يتقدس اسم الرب في واقع حياته. جميل يا أبونا. تسلم يا أبونا. يا أبونا. صباحك نور. صباحك نور، وكل عام وانت بخير يا أبونا، وطل أيامك حلوة ومميزة وكلها تحمل الفرح والسلام يا ربي والطمأنينة. تسلم. الله يخليك. تسلم. شكرا شكرا لاستجابتك أبونا. شكرا لاستجابتك. الله يحميك. هلا يا حبيبي. حلو أبونا، كلام جميل وسرد لموضوع القدوس والمقدس، وأيضا جاب مشاهدات حياتية كيف الناس عم تتعامل مع اسم الله. فعم نلاحظ شوية مثل ما تقول عدم فهم لأهمية اسم الله في حياتنا، ما أنه نذكره. في ناس كتير بتذكره بس ما بتكون قاصدة، مثلا ما بتقول يخرب بيته، الله يخرب بيته مثلا، أو ما بتكونش قاصدة يعني، بس هو التعويد. عم يطلع، صار التعويد، كلمة الله على لساننا. مثلا واحد بيقول لك: لا عن جد؟ قول والله. مباشرة سبحان الله، والله هيك صار يعني وبعدين بقول له تحلف. يعني دائما الحلفان كمان أنه بيحلف تلاقي بيحلف. فعندك اسم الله زي كمان ما حكى أبونا عدنان، إنه حتى بأغانينا بأشعارنا كلمة الله، يعني هي مزبوط إنه الله هي تقدس حياتنا، وكلمة الله لما بنستعملها على أساس إنه تعطي البركة، لكن أيضا إلها مكانتها، يعني إلها جلالها وإلها ما إلها رونقها الخاص. يعني يذكر اسم الله في أماكن خاصة، بالضبط، في الكنيسة، في بالصلاة، لما يقول إنه بالصلاة على المسنين، الصلاة على المرضى، الصلاة من أجل السلام، الصلاة من أجل الوفق، الصلاة لما بنذكر اسم الله يكون على شيء يعني مهم، شيء مش إنه وين مكان يلا أو أمجده من خلال كلامي لما بحكي سبحان الله، المجد لإسمه، اسم يسوع، لما يعني بحكي استعمل يا عفو الله التمجيد. كلمات هيك ربنا بطلب المغفرة والعفو. نعم. رحمني يا رحمتك، دخيل الله، دخيل العذراء، هيك بصير الواحد يحكي. يعني هاي اللي يتعود عليها أفضل من أنه أحلف والله الكلمة تصير زي ما تفضل أبونا بدر قبل قليل، أنها تصبح
تصبح لغة سوقية للأسف الشديد، وبيحكيها الواحد بحزن يعني. نعم. تصير نعم. مشان يصدق التاجر البياع هذا بيصير يحلف اسم الله. معنا اتصال مع أبونا فرح حجازين الصديق، صديق النورسات، كل عام وانتم بخير يا أبونا. وانتم بخير، الله يسلمكم. صباحك نور يا أبونا، تحملنا طولنا عليك. طولنا عليك يعني بتعلمونا الصبر. معلش يا أبونا، معنا كان اليوم مناسبات عدة، عيد تل لوميير وعيد الاستقلال والموضوع المهم اللي عم نحكي فيه. الله أيام الجميع أيام عياد. فإحنا أنت من أهل البيت، من منى عليك. الله يسعد. تفضل أبونا، موضوعنا اليوم تقديس اسم الله في حياتنا، كيف نقدس اسم الله؟ نعم، أول شيء بدنا نحكي أو قداسة اسم الله، ثانيا محاربة الإساءة لاسم الله اللي هي محاربة التجديف. نعم. أول شيء قداسة اسم الله، بقولنا القديس بطرس: ما من اسم تحت السماء أعطيه الناس نستطيع به أن ندرك الخلاص إلا اسم يسوع. ونحن نعلم أن الاسم إنما يدل على الشخص، فمن احترم اسم الإنسان فقد احترم الشخص نفسه، ومن احتقر الاسم فقد احتقر الشخص نفسه. اسم يسوع عندما أرسل الملاك جبرائيل لبشارة مريم العذراء قال لها: تحبلين وتلدين ابنا تسمينه يسوع، أي المخلص. قداست هذا الاسم مريم العذراء في نشيد تعب تقول: إن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس. وكذلك علمنا السيد المسيح في الصلاة الربانية أن نقول: ليتقدس اسمك. وفي المزامير: سبحوا لاسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد، من مشرق الشمس إلى مغربها اسم الرب مسبح. بهذا الاسم ننال الخلاص. ما من اسم نستطيع أن ندرك به الخلاص إلا باسم يسوع. تسميته يسوع وهو يخلص شعبه من خطاياهم. باسمه توزع النعم، بدمه غسلنا من خطايانا، بموته وقيامته فتحت أبواب السماوات، باسمه تغفر لنا الخطايا. باسم يسوع تسجد كل ركبة في السماء وفي الأرض وفي الجحيم، الملائكة تسجد خاشعة لهذا الاسم، الشياطين ترتعد أمام عظمة هذا الاسم، وكانت تهرب عند سماع صوته، والمسيح سيدها يطردها. الإنسان وحده يتمرد ويجرؤ على إهانة هذا الاسم القدوس، مقترفا إثما عظيما ومخالفا الوصية الأولى من وصايا الله. لذلك كان القصاص للمجدف في العهد القديم يرجم بالحجارة حتى الموت. نعم. ثانيا، المسيحيون للأسف يجدفون على هذا الاسم القدوس بحجج واهية، مثل أولا تقول هذا كلمة تطلع مني عفوا بدون قصد. نعم. بدون انتباه. فهل ترضى أنت يا إنسان أن يهينك صاحبك مرارا وتكرارا في اليوم ويكتفي بالقول لك عفوا لم أقصد ذلك لم أنتبه؟ لو تكرمت علي بالسماح مرة أو مرتين فهل تغفر له على طول؟ ألا تقول له انتبه هذا يكفي أنت تهينني؟ ثانيا، من منا إذا هينت كرامته أو كرامة أهل بيته لا يغار ولا يدافع عن كرامته الشخصية وكرامة أهل بيته؟ يا ترى هل كرامتك وكرامة أهل بيتك ووطنك أهم من كرامة الله؟ وأيضا كما يقول السيد المسيح في إنجيله المقدس: كل ما أردتم أن يفعل الناس لكم افعلوه أنتم لهم، وكل ما لا تريدون أن يفعله الناس بنا فلا نفعله للغير، ولا سيما إذا كان هذا الغير هو الله. ثالثا، المثل السيء في البيت وخارجه، فنعرض اسم الله للتجديف أمام الآخرين. يقول الكتاب المقدس: بسببكم يجدف على اسمي، ولا سيما أمام أطفالنا. ويقول السيد المسيح: أقصى كلام لمن يشكك هؤلاء الصغار، فأولى به لو علق في عنقه حجر الرحى وزج في أعماق البحر. رابعا، اللسان. يحذرنا القديس يعقوب من الشرور التي تصدر عن اللسان، هذا اللسان الذي به أحيانا نهين الله وبعد حين نعود لكي نتناول جسد المسيح في الكنيسة. يقول لنا القديس يعقوب: به نبارك الله ربنا وبه نلعن الناس المخلوقين على صورة الله، من فم واحد تخرج البركة واللعنة، فيجبي أخوتي ألا يكون الأمر كذلك. خامسا، عدم المنطق في مسبة الدين. عندما يغضب إنسان مع شخص آخر
سواء كان في البيت أو في العمل أو عندما يقوم بشغل ما بتزبط معه يتفوه بمثابة الدين. أي علاقة قائمة بين ذلك، ما بين الشخص الذي زعل معه وما بين الشغل يلي ما مشت معك وبين مثابة الدين؟ سادسا، عادة الإنسان السيء والإنسان الذي يعمل الشر هو الذي ينسب، فلا الله سيء ولا عمل الشر لأحد فلماذا نسبه؟ على عكس من ذلك، خيرات كثيرة منحها الله للإنسان لا تحصى، فلأي واحدة منها نهينه؟ إن يسوع يعاتبنا عتابا مريرا على مثال عتابه لليهود الذي ما عمل لهم إلا كل خير، أريتكم كثيرا من أعمال الحسنة من عند الآب فلأي عمل منها ترجموني؟ كذلك يقول لنا يسوع، أعمالا كثيرة صنعتها لكم وخيرات كثيرة وهبتها لكم فلأي عمل منها تجدفون علي؟ نعم. سابعا أبونا، أبونا معلش بدي أعتذر منك، لبنان بدها تقطع عشان يعني فاصل وبنكمل فاصل وبنكمل معك. عدنا إليكم متابعينا على صفحتنا نورسات جوردان، منحييكم مرة تانية، ومعنا لازلنا باتصال هاتفي مع أبونا فرح حجازين لتكملة موضوع القداسة في حياتنا، ورح نكمل في موضوع التجديف، تجديف باسم الله، نحن اللي أحيانا نردده ومن دون وعي. فأبونا فرح، نعم شاكرين تواصلك انتظارك وانتظارك لإلنا. شكرا حين تعلمون الصبر. يا أبونا قلت لك أنت من أهل البيت، من مون عليك يا أبونا. الله يسعدك يا رب. نكمل معاك الموضوع مرة ثانية. نعم، احنا قلنا كيف لازم نعمل كل جهدنا حتى نحارب ما يسيء لما يسيء اسم الله. الله. نعم. أن نتذكر بأنه الله أب، ولا يحق للأبناء أن يهينوا أباهم، بل بالعكس عليهم أن يعبروا عن حبهم وعرفان الجميل لهذا الأب. وهل من أب على الأرض قدم مثل ما قدم الأب السماوي لنا؟ نعم. وبقدر ما قدم لنا السيد المسيح. ثامنا، ولكن لو شخصا أهان ضيفنا في بيتنا لأقمنا الدنيا وأقعدناها دفاعا عن كرامة ضيفنا كما تقتضي العادات. إهانة الضيف من إهانة أهل البيت. وهل هناك من ضيف في الدنيا أعز وأقدس وأشرف من الله؟ اسمعوا ما يقول الرب في الكتاب المقدس، اسمع أيتها السماوات وانصت أيتها الأرض، يقول الرب، ربيت بنينا ورفعتهم وهم أهانوني. تاسعا، يا ترى ألا نحسب حساب لأمنا مريم العذراء وهي ترانا نصف مع جماهير اليهود لكي نجدف على ابنها يسوع؟ أليس لها من كرامة عندنا تدفعنا إلى أن نحترم ابنها يسوع؟ عاشرا وأخيرا، يجب أن نتذكر هذه الحقيقة، لا يمكن للإنسان ولا يمكن للبيت المسيحي أن يعرف الاستقرار والهدوء والسلام والسعادة ما دام فيه يجدف على اسم الله. يقول القديس بولس، لا سلام للمنافقين. ما لم نصحح علاقتنا مع الله فإن علاقتنا مع أنفسنا ومع الآخرين لن تصلح. أخيرا، ماذا يجب أن نعمل؟ أولا، الابتعاد عن الأشخاص والأماكن والمواضيع التي تستفزنا وتدفعنا إلى التجديف. ثانيا، التعويض عند التكفير بصلاة أو تلاوة مسبحة أو قراءة في الكتاب المقدس. وأخيرا، التعويض عند سماع الآخرين وهم يكثرون، أن نقول مثلا تبارك اسم الله أو تمجد اسم الله. وأخيرا، ليكن دوما على لساننا وعلى لسان أولادنا ما علمنا إياه يسوع المسيح في الصلاة الربانية، ليتقدس اسمك. آمين. آمين يا أبونا، آمين. ودائما أنت بتبهرنا بهالحديث وهالشرح الوافي المعبر واللي بيدخل القلب. شكرا لك يا أبونا. تسلم يا أبونا. نعم، أنتم بخير.
عليهم وانتم بخير. تسلم يا ابونا، شكرا، ومنعتذر على الانتظارات. بكل محبه يا ابونا، كل احترام، شكرا لك. شكرا شكرا. يعني ابونا بيعطي اجوبه وحلول للخطايا، يعني الحلو بالموضوع في سؤال في جواب. نعم. يعني في اليه لحل المشكله، يعني نعم. زي علم النفس هيك عن جد ابونا فرح بفوت للعمق وبيعطي الحل، يعني ما بحكي بس انه انتم ما تعملوا هيك، هاي خطيه وما نعم. طب شو الحل؟ بقول لك لا تفوت بهاي الاجواء، ما تحط حالك بهاي المواقف، فبيعطيه توجيهات بتساعد الانسان. يعني كنا لما خصوصا احنا الكبار بس فتنا الدير، يعني كنا متعودين على الحياه اللي برا وفتنا، فتغلب الواحد تيتعود، بس هي عادي بدل عادي. نعم. في النهايه بتصفي والعباده بتصير عادي. شباب بلاش نتاخر على الضيف الثالث معنا، ابونا غازي. يلا معنا ابونا غازي. نعم، منسنيور غازي خوري اللي هو راعي كنيسه مار شربل في الاردن، وايضا للاسف انتهت خدمته في الاردن، وسوف ياتي يعود الى صيدا. نعم، سوف ياتي كاهن جديد لكنيسه مار شربل، وابونا غازي سوف يعود الى صيدا الى بيروت. ف يعني نحن شاكرين أنه تعرفنا على أبونا غازي من خلال وجوده في الأردن، وأيضا هو صديق لنورسات وكمان لنورسات الأردن، فكنا سعيدين جدا باستضافته لهذا الصباح للحديث عن موضوع التقديس، وأيضا أنه نحييه ونوجه له التحية من نورسات الأردن في خدمته القادمة ورسالته اللي بيحملها ويعود فيها إلى صيدا. فإذا الاتصال جاهز شباب، مونسنيور غازي خوري. نعم. راعي كنيسة مار شربل في الأردن، ولما منقول إنه منطقة كنيسة مار شربل أو هالمزار كمان لمار شربل، واللي بطريق المطار بوسط جميل من الطبيعة من جبال عمان، فهذا المكان الرائع اللي بعد ما تمشي بمطار بطريق المطار بتدخل في شارع الخدمات اللي على طريق المطار، وهناك من خلال من الطبيعة يبرز الصليب، صليب كنيسة مار شربل اللي على شكل أرزة لبنان، فجدا المنظر بيكون رائع لما منيجي ومنزور كنيستك. فالله يقويك يا أبونا، وإحنا عارفين أنك أنت سوف تنهي خدمتك في الأردن، يعني للأسف لم تطول كثيرا، لكن نحن تشرفنا في معرفتك وأيضا بروحانيتك ولقاءاتك اللي استزدنا منها وتعلمنا منها، فربنا يباركك في خدمتك ورعيتك الجديدة. صباحك نور أبونا. شكرا شكرا، سعد صباحك. كل عام أنتم بخير خير. كمان يا أبونا بعيد العنصرة، وأيضا عيد تل لومير وعيد الاستقلال في الأردن. نعم نعم، كلها إلى معاني هالأعياد. نعم نعم، تحمل الفرح والسرور دائم إن شاء الله لكل العالم يا رب. أبونا، موضوع التقديس، تقديس اسم الله في حياتنا، كيف نقدس اسم الله في حياتنا؟ هو وقت نعرف قداسة الله فمنجرب نطبق طبيعة الله، دينونة الله بحياتنا. نعم. خلال أولا مسلكنا ألو. نعم. من خلال مسلكنا ومن خلال تصرفاتنا، الأخلاق إلى أهمية بحياتنا. نعم. مش بس العقائد، لأنه نحن منعيش حياة مسيحية، مش بس عقائد مثل الأحزاب أو الجمعيات. نعم. فالإيمان والأعمال متلاصقين، مشان هيك لازم نكثف صلاتنا وتأملاتنا، لأنه الصلاة مش بس طلب أنه ربنا أعطينا وربنا علمنا عملنا. الصلاة هي معرفة طبيعة الله لحتى نتمثل بطبيعة الله، بما أنه هو قدوس بدنا نحول حياتنا مثله تصير مقدسة. نعم. فمنزهة، اللي عنده مثلا شفافية بالتصرف، شفافية بالتعاطي مع المال، مع بالحياة الجنسية كمان طهارة ونقاوة، تعاطي مع الناس، إظهار روح اللطف والمحبة للناس، هو كلهم
بيخلونا نصير نقدس اسم الله بحياتنا، لأنه نحن مدعوين أنه نحول الأرض سما. وكيف تتحول الأرض سما إذا ما منحول حياتنا اليومية لحياة السما؟ نعم. مثل ما قلت حتى معيد، فهودي بدهم جهد، لأنه ما بين الطبيعة الإنسانية الخاطئة والطبيعة الإنسانية اللي لازم تكون مؤلهة، هون الصراع. إنه كيف أنا ما بدي روح بحيل الشرير بحياتي اليومية حتى بغرفتي، لأنه الإنسان بيعمل خطية حتى لحاله. فلازم أفكاره تكون مقدسة، تعاطيه مع الجسد يكون مقدس، تعاطيه مع الآخرين يكون مقدس. وهو كلهم ما بنقدر نعرفهم إلا من خلال الكتاب المقدس والتعمق فيه، ومن خلال حياة الروحية اليومية. مثل ما بناكل يوميا لازم يكون عندنا حياة روحية يومية، ما في يوم يعوض عن الثاني، كل يوم بيعطي كفاته. نعم. ما بعرف إذا وفيت شوي للموضوع حقه. لا معك حق أبونا. والكهنة اللي باتصالاتهم أبرزوا كمان إنه اسم الله في حياتنا، يعني علينا أن نعود أنفسنا على تمجيد اسم الله واحترام هذا الاسم من خلال ممارساتنا. فكيف بتقدر تساعد، يعني بنصائحك تساعد هالمؤمن إنه يقدر إنه يرجع، أو مش يرجع الاحترام، والاحترام موجود، لكن يرجع بألفاظه احترامه لاسم الله، خاصة المتعودين دائما إنه اسم الله مطروح بحياتهم مثل أي كلمة أخرى، يعني بلا معاني. فتفضل أبونا. هو إذا مننزه الله عن حياتنا نحن، هو يعني عنده جلاله وعنده قيمته وعنده غفره وعنده قوته، فما حول الله لحياتي اليومية المبتذلة. ما أكون أنا سيده لالله، هو سيدي. فلازم مثل ما بتصرف مع الملوك والرؤساء، واليوم عيد استقلال الأردن، فكمان بدي كمان أعطي الله قيمته أكيد. يعني الموضوع لا يكون خش بشي مع الله، يكون في احترام وخفر وخوف. مش خوف لأنه خفان من قوته وبطشه، لا، بس في جلال وفي احترام. وهيدي كمان بدي أخذها بعين الاعتبار، والتمرس على الكلام والتمرس على الفكر بدي أعمله يوميا، ومش لحالي. بدي يكون في عندي جماعة مسيحية، بدي يكون في عندي مرشد، بدي يكون في عندي أشخاص سباقوني بالمعرفة الإيمانية والتطور الروحي بحياتهم وخبراتهم الحياتية الروحية، لأتعظ منهم وأتعلم منهم. فاليوم أنا وقت بدي جرد حالي وأنا سيد الكون، وبدي افصل حالي عن الجماعة، وانا بدي مثل المراهقين بدي اعتد بذاتي انه بدي اعرف كل شيء او بعرف كل شيء، ساعتها بدي اقشط. لانه الحياة المسيحية مش بس افكار عم جيبها، مثل ما قلت هي افكار وعايش هالافكار، وهي حياة يومية. فهو كيف بيجوا هودي، كيف بدي اسقل الروحانية فيي والممارسة إذا مش من خلال التعلم الكتاب المقدس؟ مش بس كتاب المقدس، معرفة كتاب المقدس من خلال المعلمين والروحانيين والمدارس الروحية والأشخاص اللي مارسوا روحيتهم وتقشفهم وهيدا عبر الزمن. من هون بدي أتعظ أنا، ما بدي أقول أنا بدي أتكل على ذاتي فقط وأنا بعرف كل شيء وأنا بفسر الكتاب المقدس. لا يا حبيبي، أنت مش لحالك بتفسر الكتاب المقدس، انت بتفسر الكتاب المقدس وبتعيشه من خلال تاريخ الكنيسة اللي مليانة اباء روحيين واباء صحراء وقديسين. نعم ابونا، تسمح لي ابونا اذا بتسمح لي، غالبية الدساتير الدول العربية تجرم وتعاقب الاساءة للذات الالهية او للاديان بالقانون الكنسي. ابونا ما عم بسمعك مزبوط. هيك عم تسمعني منيح ابونا؟ هلأ احسن.
نعم، بحكي غالبية الدساتير في الدول العربية تجرم وتعاقب بقوانينها الإساءة للذات الإلهية والأديان عموما. في القانون الكنسي، وحضرتك دكتورة يعني ما شاء الله عليك بالقانون الكنسي وقاضي محاكم، هل نعم. يوجد مثلا إذا مؤمنين اثنين مسيحيين من كنيستك من رعيتك من طائفتك شكى عليه الثاني، بتقدر الكنيسة تعاقبه؟ هلا هون في علم بالقانون الكنسي اسمه العقوبات. نعم. بس بالاول ما نعرف انه القانون الكنسي منه 100% مثل القانون المدني. نعم. انه فقط في جريمة وفي عقوبات عليها، هي قريبة للقانون المدني، بس الغاية ليش؟ هي خلاص النفوس، هي مش القساوي على الاشخاص ومعاقبة الأشخاص، هو غرض العقوبات هو أنه يرجعوا يحطوا المؤمن على الطريق الصحيح ويعطوه تمرس وتمرن للعمل على خلاص نفسه. نعم. وحتى بالقانون المدني اليوم العقوبات بطلت للقساوي على المجرم أو لأخذ الحق من المجرم، صارت العقوبة اليوم عم تتجه صوب التمرس وتخرج المؤمن المجرم من حياته الإجرامية إلى الحياة الطبيعية اللي فيها عمل خير. إصلاح وتأهيل صار يسموه السجون. نعم. إصلاح وتأهيل. صحيح. نعم. صار الاتجاه نحو الإصلاح والتأهيل أكثر من العقاب. Thank you. شكرا أبونا، شكرا مرسي لك أبونا. الله يسعدك أبونا. أبونا هلأ إحنا بدنا نطلع من الشرح وندخل في موضوع خدمتك هلأ في الأردن، تحكي لنا رسالة هيك، ماذا أخذت في جعبتك من الأردن وخدمتك عبر هذه السنوات؟ نعم نعم، بس إذا كمان بتخلي يوضح صوتك مثل الأبونا شوي لو تعيد السؤال، بس هلا فهمته انا بس بحب انه يكون واضح شوي اكثر لإلي. نعم ابونا، ابونا احنا في جعبتك الكثير اكيد رح تحمله لبيروت في خدمتك القادمه، فماذا نعم. حملت من الاردن وسوف تنقله الى لبنان؟ حلو حلو حلو، بدي انقل بالاول الارض المقدسه. نعم. يعني بدي اجرب قد ما في اخذ معي نقط مي من نهر الاردن. نعم حلو جميل. واخذ شوي هيك تاريخ كل المواقع بالاردن اللي في ملي بالحضارات القديمه والجديده. نعم. وتمازج الانسان من الـ الامبراطوريه الرومانيه للعصر المسيحاني وللعصر الإسلامي، هالتمازج بالحضارات والفنون والتاريخ. نعم. بدي أخذ معي، بدي أخذ معي الإنسان الأردني المضياف والمنفتح واللي عنده حب للإنسان وحب للآخر وبيته عطول مفتوح للضيف يعني. نعم. وبيأكل الضيف قبل أهل البيت وأهل البيت بيخدموه، فهو كلهم بدي أخذهم معي يعني على لبنان. حلو. أكيد بدي أخذ هالشوق بطلاق الإنسان بالأردن. نعم. ومثل ما قلت بكلمة نهار السبت، بدي أخذ كل هالمجتمع العربي المحدود الموجود بالأردن واللي بيدرس كل ثقافة الإنسان العربي اللي هو عم يجرب يكون هو إنسان مثل بالإنسانية. نعم. ياريت إذا الغرب والشرق بيشتغلوا على الروحانية الإنسانية كانوا بيتلاقوا مع بعضهم وبيستفيدوا من كل علومهم وثقافتهم وفنونهم. حلو حلو جميل، حلو يا أبونا. أبونا وين رح تكون خدمتك في بيروت؟ حاليا رح كون بجنوب لبنان. نعم. في أبرشية صيدا المارونية. نعم. اللي بتضم صيدا والجنوب. نعم. قسم من الجنوب وقسم من الشوف جبل لبنان جبلا. حلو. وساحلا. نعم حلو. نعم. وهونيك كمان في تاريخ وحضارة أكيد. وفي كتاب مقدس أكيد يا أبونا، أكيد نتمنى لك يا ربي
يعني خدمة مباركة، وانتم الكهنة. يعني انا دايما بقول الله يعين، لانه بتتواجدوا في اماكن وبتتعودوا عليها والناس تتعود عليكم، وبعدين بتتركوا هذا المكان وترحلون الى خدمة في مكان اخرى، فيعني يعطيكم العافية. فهذا انا بعرف انه بحكم الطاعة وحكم كهنوتكم ملزمين انه انتم تقوموا بهذا الشيء، بس فعلا استفدنا منك احنا بهاي الخدمة، بهاي عبر هذه السنوات، من هالروحانية الطيبة، من هالأفكار الجميلة، وأيضا كمان عملية البناء الكنسي والبناء النفوس. وأكيد مرت كمان عليك السنة الماضية، لازم ما كان حسبوا لك إياها، عطوك تمديد زيادة سنة، لأنه هذه مش محسوبة السنة الماضية كانت. صحيح أبونا. بعدين أهل صيدا، أنا عشت بصيدا، أهل صيدا أقرب بكثير للأردن، يعني لعاداتنا، يعني الناس هناك بصيدا بيعرفوا بعض وبيقوموا زي ما تفضلت الضيافة والبيوت والمفتوحة للكل. يعني في بيروت شوية ماخذي من كل الأمم، يعني ما الناس ما بتعرف بعض بنفس البناية زي عمان تقريبا يعني، ولكن عمان وصيدا بتشابهوا بحس أنا. نعم أنا بحب بس أعطي هيك رسالة لرجال الدين وللعلمانيين. نعم تفضلوا. قل لهم انتبهوا يا رجال الدين، ما تتحولوا لوظيفة لموظف، ورغم انه بصير في نقليات وبصير في تغيير، بس خلوا الشعور الانساني موجود، ولو عندكم انه بدكم تقبلوا الشعور الالهي، بس الشعور الإلهي لا يتناقض مع الشعور الإنساني الحقيقي. نعم. فخلوا العاطفة وخلوا القلب مع العقل والروح مع بعضهم، ما تجوا تمثلوا على الناس لأنه أنتم معودين تنتقلوا. في أحد الأساقفة قالنا ولا مرة روحوا لمطرح كأنكم التقيتوا بدون ميعاد وعدت تفترقوا بدون وداد. خلوا حلو. الشعور الإنساني موجود، لأنه ربنا بحطنا على طريق بعضنا لنستفيد من بعضنا، ونقدر نقبل الفراق، بس الفراق مع الحضور الإنساني. شكرا لإرشادك أبونا. شكرا لإرشادك الشخصي إلي أنا كأبونا جورج شراح، يعني كما رافقتني كمرشد إلي، ورح يعني كثير أتأثر، بس شو بدنا نساوي، طاعة الرؤساء. أكيد أكيد، بس بالنهاية الواحد وقت يحط نتفة من قلبه بتشوف الناس قدي بيحبوه بيضلوا يرافقوه ولو بعد عنهم بالجسد. أكيد. وهذا لاحظت نهار السبت قدي كان في ناس لو ما في حضور القلب يعني. صحيح. أكيد يا أبونا. أبونا مرة تانية، يعني إحنا كنت كمان مزبوط رح تكون موجود بصيدا، لكن لبنان قريبة يعني، فدائما حضورك وبيتك الثاني أهلا وسهلا فيك بأي وقت، فما تشعر حالك غريب أنك أنت تركت لكن إلك بيت تاني هون وإلك محبين تانيين، فدائما قوم بزيارتنا وزيارة كمان مكتبنا نورسات، كمان أنت كنت نعم الصديق والمرافق لنشاطات نورسات ورسالتها كمان بالأردن، فبتضلك من أهل البيت، ونحن فخورين جدا بمعرفتك يا أبونا، وبنشكرك كتير على خدمتك رعاية النفوس في الأردن كمان. شكرا. فأنت ساهمت أيضا في بناء هذه الدولة الأردنية اللي بتحتفل الآن 100 عام على تأسيسها، واليوم عيد استقلال كمان الدولة الأردنية 75 عاما على الاستقلال، فبنتمنى لك يا ربي أيام جميلة ورسالة موفقة يا رب، وحياة مطمئنة وخدمة جليلة في خدمة الرب. وشكرا لك يا أبونا وإطلالتك معنا هذا الصباح. إذا بعد معي وقت كلمة صغيرة للأردن. تفضل. أكيد. الأردن ولبنان كيانين ضروريين للعشق البشري والإنساني. نعم. بتنوع. فكل الشعب الأردني بقول له مثل ما بقول للشعب اللبناني، حافظ على الكيان الأردني لتقدر تحافظ على لقاء الحضارات. حلو حلو. شكرا يا أبونا، صباحك حلو. نور. حلو. الله يخليك. شكرا. شكرا لك يا أبونا. صباحك خليك. نور وبتوفيق. ألو. ألو. نعم. بالتوفيق أبونا، شكرا لك. الله يوفقكم. شكرا شكرا. شكرا. سلام.
حلو، أنا بنبسط من حديث مع أبونا غازي لأنه إنسان عميق في كلامه. و... نعم صحيح، شوفي هالكيانين اللي بحاجة لبعض لهذا التنوع والغنى. نعم. يعني في أشياء بلبنان ما بنشوفها هون وما بنلاقيها بصميم الثقافة، بصميم الثقافة الفينيقية إذا جاز التعبير، وثقافتنا النبطية إذا جاز التعبير أيضا بحكم الأنباط في البتراء، وأغلب كنائسنا الأرثوذكس والكاثوليك نحمل اسم البتراء. نعم. كمان إحنا أبرشيتنا بتراء وفيلادلفيا الأرثوذكس أيضا أبرشية بترا، فهذا الكيانين مكملين لبعض وغنى الثقافات مثل ما تفضل أبونا، يعني كلامه في عمق فلسفي. نعم حلو. نحن طبعا قبل ما ننهي برنامجنا لهذا الصباح اللي كان غني في اللقاءات مع الكهنة والأباء اللي منحييهم، نشكرهم مرة تانية أبونا فرح حجازين وأبونا دكتور عدنان بدر والمونسنيور غازي خوري، نتمنى لهم خدمة يا رب موفقة ورسالة جليلة كمان أيضا في خدمة الرب. نشكر كل الأشخاص اللي كانوا على النقل المباشر إن كان على من الأردن أو من لبنان، نتمنى لهم التوفيق يا رب والمزيد من العطاء والتميز. يعطيكم العافية على هذا اللقاء وعلى هذا النقل. أبونا جورج دايما إحنا يعني كمان إحنا من أهل البيت، فنضلنا نشكرك كمان على إطلالتك معنا كل نهار ثلاثاء والتزامك معنا في برنامجنا صباحكم نور. اليوم زي ما حكينا مميز في لقاءاتنا وأيضا في أيامنا، عيد الاستقلال وموضوعنا اللي حكينا فيه إنه تقديس اسم الله في حياتنا، فعيد الاستقلال يكون اليوم عيد يحمل رسالة المحبة والسلام، رسالة محبة الآخر، رسالة البناء والازدهار، رسالة إذا بدنا مثلا نحكي أي انتقاد أو أي شعور بالمثلا الإحباط أو عدم الأمل أو الفشل أو أنه نحمله بقلب محب لبلدنا، ما نسيء بكلامنا لبلدنا، نقدس كمان اسم بلدنا ونقدس في حياتنا اسم الأردن كأردنيين، لأنه احنا بنحمل اسم الأردن لازم نحمله بكل فخر. يعني بتشوفوا كل بلاد العالم لما بيقول لك انت من وين، انت من وين، بتلاقي بكل فخر بيحكي اسم بلده، انا من الأردن، انا من فلسطين، انا من سوريا، انا من لبنان، انا مصري من مصر. فلما بنقول تقديس الاسم يعني ومن نرفع بمكانته، فكيف بالأحرى اسم الله، اسم الله اللي هو الله، هو مالك الكون الأرض والسماء، فكيف نقدس اسم الله؟ ولما منقدس اسم بلدنا ومنعرف قيمة بلدنا بكلامنا وبحياتنا، منعرف قيمة اسم الله كمان، منعرف كيف نعطي بحياتنا وبخدمتنا بعطاءاتنا بمعاملتنا مع الآخرين. فكل من يقدس اسم الله في حياته بيقدر إنه يحترم الآخر، يحب الآخر، يعمل عمل صالح دائما وعمل الخير للآخر. فهون إحنا بنقدر نبني بلدنا ونرتقي في بلدنا، نخلي بلدنا مزدهرة دائما في أبنائها اللي الخيرين لقلوبهم الطيبة. فنضلنا على هذه الصفة المعروفين إحنا فيها، طيبة القلب، المحبة للآخر، النفس الطيبة، المضيافة. كل ضيوفنا اللي بيجوا على الأردن بيقول لك البلد المضياف، فنحافظ على هاي الصفة دائما وما ننجر وراء زي ما بقولوا الألسن اللي بتحمل الفساد والكلام البذيء السلبي. أو السلبي اللي بتجرجرنا إلى أماكن مظلمة نعيشها. فلا ما نقدر ما نخلي حدا يجرنا لهذه الأماكن، نضلنا بأماكن النور ونضلنا بهالروح الطيبة. فمنتمنى لكل المستمعين منقولهم شكرا على المتابعة، شكرا على التعليقات والصباحات النور اللي صبحتوا فيها علينا.
بحاول اني احكي اسامي بعض الاشخاص، واعذروني ما بقدر احكي بقيه الاسامي لانه عم بتروح من المباشر. علي العرتان، علي رياض عواد، استاذ عوني سليمان، كل عام وانتم بالف خير. الوطن الغالي خير يا رب، في عيد الاستقلال حمى الله الاردن الغالي بالف خير يا رب. رفيده داود و فريدة غنطوس وسالم حتار وكلوديت دبابنة وماهر عكاشة، نعم عكاشة، نهى طلماس و سامي خوري وكل الأشخاص اللي معانا على المباشر، بنحييهم مرة أخرى. ومرة ثانية أبونا بنقول لك صباحك نور، وشكرا لاستماعكم، وكل عام وانتم بخير، وإلى اللقاء في حلقة جديدة أخرى الأسبوع القادم يوم الثلاثاء بنفس الوقت الساعة 9 صباحا. صباحكم نور، وحطوا لنا الأغنية الجديدة نبض الأحرار مرة ثانية للمستمعين يسمعوها شباب، يعطيكم العافية. أردن يا عزم وإصرار، يا منبع نسل الأبرار، يا مهلب كل الزوار، وكلمة حب بتحكيها، حضنك ملجأ للمقهور، والزاير دارك مبهور، ولو وصفوا أرضك في الصور ما في كلمة توفيها. أردن يا نبض الأحرار، انت العزوة وانت الدار، منحبك لو شو ما صار، محلى ترابك يا بلدنا، مهما بعدنا ومهما نروح، مهما يعلم فينا جروح، اسمك منقوش بهالروح، أردن عشقك وحدنا. بعدنا ومهما نروح، مهما يعلم فينا جروح، اسمك منقوش بهالروح، أردن عشقك وحدنا، أردن عشقك وحدنا. يا رب اغمر بلدي بعطفك، واحميها من فضلك ولطفك، عيشنا سلام طول الأيام، وزرع أردننا على كفك. يا رب اغمر بلدي بعطفك، واحميها من فضلك ولطفك، عيشنا سلام طول الأيام، وزرع أردننا على كفك، وزرع أردننا على كفك. بيرضى بشر وأشرار، مهما يعلى لها بالنار، بيعرف كيف يطفيها، وتراب الأردن مسحور، سحره تخطى السبع بحور، لو طفوا الشمس من النور، أردن انت تضويها. يرضى بشر وأشرار، ومهما يعلى لها بالنار، بيعرف كيف يطفيها، وتراب الأردن مسحور، سحره تخطى السبع بحور، لو طفوا الشمس من النور، أردن انت تضويها.
واحميها من فضلك ولطفك. عيشنا سلام طول الأيام وزرع أردننا على كفك. يا رب اغمر بلدي بعطفك واحميها من فضلك ولطفك. عيشنا سلام طول الأيام وزرع أردننا على كفك. وزرع أردننا على كفك.